ثقافيا وإلى حفل توزيع جوائز توماي الذهبية التي وزعت لعدد من الشخصيات التي فازت بالتصويت في مختلف الأنشطة. كان ذلك بحضور العديد من الشخصيات من بينهم وزير الشباب والثقافة آدم حسن المكاوي. والتقرير: نتائج جائزة توماي الذهبية في دورتها الأولى انكشفت على الملأ، فالجائزة تضمنت 8 فئات، وهي فئة أفضل رياضي وأفضل ملهم لهذا العام وأفضل صحفي وأفضل شركة اتصالات وفئة أفضل مغني وأفضل فعل اقتصادي وامرأة هذا العام وأخيرا فئة شخصية هذا العام، حيث تم انتقاء الشخصيات المختارة في مختلف الفئات، وتمت طريقة التصويت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأرقام الهواتف النقال. رئيس اللجنة التنظيمية لجائزة توماي الذهبية أحمد تابوي في كلمته بهذه المناسبة أشار إلى أن الهدف من تنظيم هذه الجائزة هو تبني مفهوم التميز في تشاد تماشيا مع جهود الحكومة الحثيثة في تكريم أصحاب أفضل الممارسات. وخلصت نتائج جائزة توماي الذهبية بتكريم 8 أشخاص، حيث تحصل على لقب أفضل رياضي لجائزة توماي الذهبية الآنسة ماريا هالس رامية السهم، وفي فئة ملهمي هذا العام ربح التصويت سيكسي ماسرا مؤسس الجيل أباسيدي، وفي فئة الصحفيين خطف الأضواء مقدم الأخبار بالتلفزيون الوطني التشادي الفيستابو. أما فئة أفضل شركة اتصالات فكانت من نصيب شركة تيغو، وكرمت المغنية ميلودي بلقب أفضل مغنية لفئة الموسيقى، وفئة الفاعلين الاقتصاديين ربحت التصويت شركة توتال، وكرمت أيضا المحامية جاكلين مودينا بجائزة توماي الذهبية بأن تكون امرأة هذا العام، فيما كرم الدكتور جايبي أنغومبي رئيس مجلس إدارة مستوصف بروفيدانس بجائزة شخصية هذا العام. كما شهدت السهرة تكريم عدد من الشخصيات الاعتبارية أبرزها وزير الشباب والرياضة يوسف أبل الصلاة. سيداتي سادتي، هذا كل ما لدينا في هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وتصبحون على ألف خير.